مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، وفيها تتابعون: موقع عدن الغد يرصد رحلة تحول عدد من قادة الحراك إلى أثرياء عدن. وفي الشرق الأوسط مرض غامض يهاجم سكان قرى إثيوبية. وفي البي بي سي رئيس يترك منصبه بعد يوم واحد من الرئاسة خوفا على أبنائه. يرصد تقرير خاص بموقع عدن الغد رحلة من سيطروا على عدن قادمين من مناطق مختلفة، وكيف أصبحوا رجال أعمال وأثرياء في مدينة فقدت كل شيء. وعنوان الموقع: رحلة الانتقال من الثورة إلى الثروة، كيف تحول نشطاء سياسيون بعدن إلى رجال أعمال. وقال الموقع إنه خلال سنوات قليلة فقد شهدت عدن طفرة تجارية لشخوص جدد على الساحة، جاء غالبيتهم من الحراك الثوري، ودفعت الأحداث التي تلت 2014 بمئات الوجوه من الشخصيات إلى الواجهة. من بين هذه الشخصيات رجال دين وقيادات سياسية ومواطنون من الطبقات البسيطة. خلال أشهر قليلة وعقب انهيار الدولة بات هؤلاء في الواجهة يملكون الكثير من المال والسلاح والرجال، ويقابل ذلك غياب تام للدولة. مثل انهيار الدولة وتكدس المال المغذي للحرب فرصة نادرة للقفز من المراكب السابقة من رجال سياسة إلى رجال ثروة، وعزز ذلك توسع كبير في أعمال نهب الأراضي خلال عامين. بدا واضحا أن هذه القيادات تنتهج صوب استثمار الأموال أو تنهج صوب استثمار الأموال التي كنزتها خلال فترة الصراع. وأفاد الموقع أنه من المعتاد رؤية مطاعم ومراكز تجارية ومحال أكسسوارات يتم افتتاحها مملوكة لقيادات جنوبية برزت خلال السنوات الماضية. يتابع الموقع أن القيادات التي قضت أكثر من 10 سنوات من أعمارها وسط ساحات الاحتجاجات تتحدث اليوم لغة الأموال والأرصدة والاستثمار. وقال موقع عدن الغد: تحول الثوار من منظمي تظاهرات إلى منظمي أعمال تجارية تدر الربح السريع. خلال 4 سنوات فقط تمكنت قيادات مختلفة ومتنفذون من نهب مساحة تعادل ربع مساحة مدينة عدن قبل الحرب، ولا يحتاج الأمر سوى عدد ضئيل من المسلحين وقدرة على المواجهة والاقتتال. المقاومة هي الحل. تحت هذا العنوان كتب فيصل علي مقاله المنشور في الموقع بوست مضيفاً: إحياء روح المقاومة وفكرة المقاومة هو الطريق. ليست مقاومة كهنوت الهاشمية السياسية فحسب، بل المقاومة الشاملة والتي تبدأ من مقاومة الذات المستعلية على الآخرين، مقاومة الانتهازية والرأي السابق والمسلمات القديمة، مقاومة الفساد والانحراف والانحطاط. مقاومة العدو تأتي لاحقا، والعدو يبدأ من حدود الثورة المضادة لا أداتها الحوثية فقط. التحالف آن له أن يرحل من كل شبر في اليمن، وهذا أهم دعم يقدمه في هذه الأثناء. مقاومة غباء الشرعية الخانعة واجب أيضا، لا شرعية لمن يصدرون صكوك وقرارات بيع الوهم من الرياض. الشرعية هي المقاومة من الأرض اليمنية، مقاومة الانقلابات في صنعاء وعدن وأينما تواجدت المشاريع الطائفية والجهوية التي تعمل على تمزيق البلد. مقاومة الرخاوة والهروب من الواقع، مقاومة الصراع الأيديولوجي السخيف، مقاومة الانزلاق العبثي لمعارك اليمين واليسار. المقاومة ليست مجرد خوض حروب عسكرية، بل خوض الدفاع عن كل ما هو يمني في كل أرجاء اليمن الكبير، والدفاع عن اليمن في الداخل والخارج. مقاومة الشاملة تبدأ من بناء الذات المشبعة بروح المقاومة وتجيش وحشد كل الإمكانيات لدعم القضية اليمنية. مقاومة تبدأ من ترك المعارك الجانبية أولاً. كل هذه الهزات والصفعات المتتالية يجب أن توقظكم بدلاً من تبادل التهم وتوجيه النصائح والانتقادات، والتحول إلى مقاومة حقيقية يعرف كل منكم موقعه وما يجب عليه فعله، وقول ما يمليه عليه الواجب وما تمليه عليه الحاجة للمقاومة الشاملة. موجة نزوح كبيرة من محافظة الجوف إلى محافظة مأرب المتاخمة لها جراء تصعيد ميليشيا الحوثي. ووفقا لموقع الصحوانت، إدارة مخيمات النازحين تتوقع وصول عدد الأسر النازحة من الجوف إلى 25 ألف أسرة،
وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين إنها تتوقع أن يصل عدد الأسر النازحة من الجوف إلى نحو 25,000 أسرة خلال الساعات 24 القادمة. وأضافت الوحدة: عملية النزوح أكبر من قدرتنا وقدرة السلطة المحلية والمجتمع، كما أنها أكبر أيضا من قدرات المنظمات العاملة في مأرب. وحذرت الوحدة من أن استمرار المعارك يهدد بكارثة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان في محافظة الجوف، كون أغلبهم من النازحين. موقع المشاهد نت يتحدث أيضا عن نازحين من نهم إلى مأرب، ويخصص تقريره حول أولئك الذين وصلوا إلى المخيمات والذين قدرهم ب5,000 أسرة. وعنوان الموقع: نزوح جديد، الحرب تكرر مأساة السكان في مأرب. تقول زهرة 35 عاما، وهي إحدى النازحات والتي هربت من مخيمات نزوح سابقة في مديرية نهم، وذلك عقب أن توفيت طفلتها البالغة من العمر 7 أعوام بسبب البرد الشديد أثناء هربها مشيا على الأقدام مع أطفالها 3 لمدة 3 أيام قبل أن تصل إلى مخيم آخر للنزوح شمال غربي محافظة مأرب. وأجبرت 1320 أسرة على النزوح من مخيم الخانق الواقع بمديرية نهم بعد أن أمطر المخيم بمئات القذائف والأعيرة النارية من قبل مقاتلي طرفي النزاع في الثلث الأخير من شهر يناير الماضي. يفيد الموقع: المخيمات الجديدة التي استقبلت النازحين الجدد تفتقر لمستلزمات الإيواء والغذاء والمياه، الأمر الذي فاقم من معاناة النازحين داخل المخيمات. ويقول هادي بن صالح 60 عاما الذي نزح من مديرية مجزر إنه وجد نفسه وزوجته وأطفاله 6 في مخيم الزبرة للنازحين بمديرية مدغل، لافتا إلى أن أكثر من 48 ساعة قضوها مشيا على الأقدام من المنطقة حتى انتهى بهم الحال، حال النزوح والتشرد في ذلك المخيم. ويتوقع تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا مطلع فبراير الماضي أن يصل عدد الأسر النازحة إلى 15,500 أسرة في حال استمرت الحرب بين الأطراف المتقاتلة في الجوف ومأرب ونهم. الجوف والتحالف. تحت هذا العنوان كتب عادل الأحمدي مقاله الذي تنشر بلقيس مقتطفات منه، حيث قال: لم تكن خطة الهجوم الحوثية لتنجح مطلقا لو تم إسناد مقاتلي الجوف بألوية من مأرب أو سيئون أو شبوة، أو تم تحريك جبهات أخرى تعمل على تشتيت العدو وتدفعه للتراجع، أو حتى التلويح بالتنصل عن اتفاق ستوكهولم ودفع المجتمع الدولي لممارسة ضغوط على الميليشيا ريثما يتم الإمداد والتأمين لجبهات الجوف. لكن شيئا من ذلك لم يكن، ومثل هذا الخذلان كان متوقعا بالنسبة لكثيرين، لأن دروس تسليم نهم مرت مرور الكرام. إذن كيف تكرر هذا الخذلان؟ لماذا تم ترك الجوف تصارع بلا مدد سوى الطيران والقبائل؟ ولماذا ظلت بقية الجبهات نائمة نومة أهل الكهف؟ هل تجهل الشرعية والتحالف ماذا تعني الجوف؟ أهو تخاذل أم مؤامرة أم خيانة؟ أو أسئلة كثيرة تمزق نياط القلوب إزاء وطن يتسرب في يد الطاغوت والكهنوت، بينما أدوات الصد ممكنة وفي اليد. باعتقادي أن مناقشة الأجوبة الجاهزة هو أمر بالغ الأهمية، لأن مسلسل النزيف سيستمر ما لم يتم الوقوف على الأسباب الحقيقية لكل هذا البواب. لابد من التذكير بأن تحريك الألوية الواقفة وإيقاظ الجبهات النائمة هو قرار حصري للقائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو القرار الذي لم يتخذ لا في عمران ولا صنعاء، وكان التحالف يومها خارج قائمة المشاجب، ولم يكن الرئيس مقيما في الرياض ولا مغلوبا على أمره يتلقى الإملاءات كما يصور البعض الآن. في جولتنا بالصحف الفرنسية والمهتمة بالشأن اليمني، ما ذكرته صحيفة لكسبريس الفرنسية من أن المتمردين الحوثيين يحرزون تقدما كبير، إنه تقدم استثنائي. يقول مسؤولون من الجانبين إن الحوثيين استولوا على مدينة استراتيجية في الشمال، ما تسبب في انتكاسة كبيرة للسلطة. ووفقا لمصادر عسكرية حكومية، فقد قتل ما لا يقل عن 30 من المقاتلين الموالين بمن فيهم العديد من الضباط في المعارك خلال الساعات 48 الماضية. مسؤول حكومي قال: بشرط عدم الكشف عن هويته
استولى متمردو الحوثيين على مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف بعد قتال عنيف مع القوات الحكومية التي أجبرت على الانسحاب إلى محافظة مأرب المجاورة. مع الاستيلاء على هذه المدينة التي تقع على بعد حوالي 150 كيلومتر من الحدود مع المملكة العربية السعودية، أصبح المتمردون يسيطرون الآن على الغالبية العظمى من محافظة الجوف باستثناء بعض القرى. وبحسب ماجد المذحجي مدير مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، فإن سقوط مدينة الحزم في يد الحوثيين قد يغير مجرى الحرب تماما. لقد حقق الحوثيون تقدما استثنائيا ويقومون بتغيير التوازن لصالحهم. وقال المذحجي إن المتمردين يحاصرون الآن محافظة مأرب الغنية بالنفط والتي تسيطر عليها الحكومة. وأضاف أن الاستيلاء على مدينة الحزم يسمح للمتمردين بتأمين الطرق الإمداد بين صنعاء ومعقلهم في صهده. عبر مرشح الرئاسة الأمريكية السناتور المستقل عن ولاية فيرمونت بيرني ساندرز عن شكره لصحيفة اليمني الأمريكي. ووفقا لشاكر الأشول وهو أحد الأكاديميين اليمنيين هناك، فإن هذا الشكر إشارة واضحة بأن اليمني الأمريكي قد وصل ولو متأخرا بفضل كل من سخروا جهودهم لبناء الإنسان اليمني الأمريكي بعيدا عن مجالس القات. وقالت الصحيفة إنها تدعم ساندرز لأنه ليس سياسيا تقليديا، بل زعيم صادق ينقل آلام واستياء ملايين الأمريكيين الذين تم نسيانهم وطردهم لفترة طويلة جدا. وأفادت الصحيفة أنه أفضل خيار ليكون على رأس البطاقة الديمقراطية لإقالة الرئيس دونالد ترامب في نوفمبر بالنسبة لأمريكا، وخاصة بالنسبة للمجتمعات العربية والإسلامية. وفقا للصحيفة تعمل سياسة ساندرز بشكل أفضل مع مجتمعنا. تضيف: مستقبل أمريكا العربية لا يكمن في القادة السياسيين الانتهازيين. وقال الموقع إن المرشح يعطي الأولوية لحقوق الإنسان والتعاون، وهذا يدل على التزامه بنفس مبادئ العدالة التي يدعمها في الداخل. فيروس كورونا إنه الحرب. تحت هذا العنوان كتب بيار عقيقي مقاله المنشور في العربي الجديد، مضيفا في جزء من المقال: ربما قد تكون هذه المرة الأولى في التاريخ التي يشعر فيها جميع سكان كوكب الأرض بالارتباط بمصير مشترك في قضية فيروس كورونا. الجميع معرض له، والجميع يهدف إلى الوقاية منه، والجميع يسعى إلى ابتكار علاج يوقف تمدده وانتشاره السريع. في تلك الكثافة الإعلامية والمعلومية والمعرفية، تخطت البشرية في لا وعيها محدودية انتشار أوبئة مثل الطاعون والإنفلونزا الإسبانية والجدري والسل والحمى الصفراء والكوليرا وإيبولا، وتخطت اعتبار أن كل وباء منها كان في منطقة محددة وزمن محدد وغير منتشر في كل أرجاء الكوكب. بالتالي البشرية مقتنعة الآن بأن الفيروس يهدد مصير الجميع. كورونا تخطى ذلك كله. هم الفيروس مشترك بين فنلندي يسكن في ضواحي هلسنكي وتنزاني يجوب الغابات الأفريقية، ومواطن من بوتان في طريقه إلى معبد ديني. لم تعد القواسم المشتركة بين هؤلاء مقتصرة على البديهيات الطعام، الماء، النوم، بل على كيفية الانتهاء من مأزق كورونا. انتشار الفيروس وعدم قدرة الدول على كبح جماحه أظهرا الكثير. إنسانياً بدا أن العالم غير مستعد لانتشار وباء ما، على الرغم من التحذيرات الطبية سابقاً، بل عمدت معظم الدول إلى التركيز على أمور أخرى مثل التسلح والتمدد العسكري، لأن تمويل العنف أكثر أمناً بالنسبة لهذه الدول من تمويل السلم. إنها ثقافة ما بعد الحرب العالمية الثانية التي تدفع جميع الدول خصوصاً الكبرى منها إلى إبداء خشية بعضها من بعض، إلى درجة تجاهل كل النداءات الإنسانية والاكتفاء بتجنيد البشر عسكرياً. خوفاً على حياة مرافقيه وحياته وحياة أطفاله، قدم استقالته بعد يوم واحد من الرئاسة. وعنون موقع شبكة البي بي سي: لماذا استقال رئيس دولة إفريقية بعد يوم من تعيينه؟
حيث استقال سيبريانو كاساما الذي اختاره نواب البرلمان في غينيا بيساو رئيسا مؤقتا للبلاد بعد يوم واحد من اختياره، قائلا إن حياته في خطر. ورغم وجود رئيس منتخب في البلاد التي يسيطر عليها الجيش، فقد استخدم الحزب أغلبيته البرلمانية لاختيار كاساما الرئيس الحالي للبرلمان رئيسا مؤقتا للبلاد، على أمل أن تقضي المحكمة العليا بإلغاء فوز الرئيس المنتخب إمبالو. قال كاساما: ليس لدي خيار آخر سوى التخلي عن المنصب لأنه تلقى تهديدات بالقتل. وأضاف في حديث صحفي: لا أشعر بالأمن، حياتي وحياة عائلتي في خطر، وحياة هذا الشعب أيضا في خطر، لا أستطيع أن أقبل ذلك، ولهذا السبب اتخذت القرار. وشهدت غينيا بيساو التي يقطنها 1,600,000 شخص تسعة انقلابات أو محاولات انقلاب منذ 1980، وأصبحت الدولة الإفريقية نقطة تهريب رئيسية للمخدرات من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا، وهو ما أدى إلى تسميتها الدولة القائمة على تجارة المخدرات. وكأن وباء كورونا لا يكفي البشرية ليظهر مرض جديد، كما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط، فقد أفادت تقارير بأن مرضا غامضا يهاجم سكان قرى إثيوبية يجعلهم ينزفون من أنوفهم وأفواههم قبل أن يفارقوا الحياة، فيما وجهت اتهامات لشركة صينية تعمل في مجال التنقيب عن الغاز والنفط بالتسبب في انتشار المرض. ومن أبرز أعراض هذا المرض الغامض أن عيون المصابين تتحول إلى اللون الأصفر قبل ارتفاع درجة حرارتهم، ثم الشعور بفقدان الشهية والأرق وتورم الجسد، ثم الموت. من غير الواضح ما السبب وراء هذا المرض الغامض، رغم اتهامات وجهت إلى شركة صينية تنفذ مشروعاً لبناء خط للغاز الطبيعي قريب من القرى التي تشهد انتشاراً لهذا المرض، حيث يهدف مشروع الشركة الصينية لبناء خط غاز بطول 767 كيلومتراً من إثيوبيا إلى جيبوتي لنقل الغاز الإثيوبي. مهندس سابق في الشركة الصينية زعم أنها كانت تسكب بانتظام على مدار 3 سنوات في موقع الحفر سوائل منها حمض الكبريتيك. وذكرت الصحيفة أن مستشارا للحكومة الصومالية قال إن أمراضا جديدة لم يسبق لها مثيل ظهرت في تلك المنطقة. وذكر أن الشركة الصينية تستخدم مواد كيميائية تضر بصحة الإنسان، فيما نفى مسؤولون في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا حدوث أزمة صحية وبيئية. التضاد الذي تحمله الصور يجعلها ذات سحر خاص، خاصة إذا كانت تلخص الكثير في صورة واحدة. هذا ما ستلاحظه اليوم في الصور التي جمعناها من صحيفة الغارديان. نتابع. عدد من رسومات الكاريكاتير التي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في الجولة الأخيرة من حلقة اليوم. وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.